أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الله قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. بحثنا بعنوان: ملكوت السماوات المنقذ المنتظر، وهو بحث مقتبس من سلسلة بحوث السيد الأستاذ الموسومة مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، السلسلة التي جاءت كرسالة للشباب بكل أفكارهم وتوجهاتهم الذين لا زالوا على خط الإسلام وعلى خط التوحيد، وللذين اتجهوا للإلحاد عن جهل أو عن تشويش وسوء فهم للأمور. فلتأكيد عيسى عليه السلام على نفي أن يكون هو المخلص المنتظر، فقد سارع عيسى عليه السلام لقطع أي شك ودفع أي شبهة مرتكزة في أذهان الناس، فقد توجه مباشرة وعاجلا إلى الجموع الحاضرة عنده، فأخبرهم بكل صراحة ووضوح أن المخلص المنتظر شخص ثالث، ليس عيسى وليس يحيى، بل كلاهما قد أرسلهما الله وأخرجهما من أجل التمهيد للذي يأتي بعدهما وهو المخلص المنتظر. فيتضح أن يحيى لم يكن ممهداً لعيسى ومبشراً به، بل كلاهما كانا يمهدان ويبشران للمخلص المنتظر الذي يأتي بعدهما، حيث كانا يبشران بملكوت السماوات المخلص القادم. ولا يخفى على كل مطلع عاقل تشابه واتحاد الدعوة والتمهيد عند يحيى وعيسى معا، حيث صرح كل منهما أنه يمهد ويبشر بمجيء ملكوت السماوات المنقذ المخلص. أليف في إنجيل متى الأصحاح الثالث قال: وفي تلك الأيام جاءنا يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومتى نفسه تحدث عن تمهيد يسوع المسيح للذي اقترب وهو ملكوت السماوات، ودعواه هذه حصلت بعد أن ألقي القبض على النبي يحيى عليه السلام ووضع في السجن، أو بعد موت يوحنا يحيى عليه السلام، حيث قال متى في الأصحاح الرابع: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. با: وفي الوقت الذي دعا وبشر فيه عيسى بنفسه بقرب مجيء ملكوت السماوات البشارة المنتظر، فإنه قد أمر تلاميذه بأن يدعوا ويبشروا بنفس البشارة باقتراب ملكوت السماوات، حيث قال متى الإصحاح العاشر: ثم دعا تلاميذه الاثني عشر، هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. جيم: إنجيل مرقس ذكر نفس المعنى من أن المسيح كان يدعو ويمهد للمخلص القادم بعده وهو ملكوت السماوات، حيث قال مرقس في الإصحاح الأول: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز
ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. دال: كذلك فعل إنجيل لوقا، حيث ذكر أن المسيح قد دعا للذي يأتي بعده وهو ملكوت السماوات. بل تميز لوقا على الآخرين بالوضوح، حيث ذكر تصريح عيسى عليه السلام من أنه قد أرسل من أجل التبشير والتمهيد للمخلص ملكوت السماوات ملكوت الله. قال لوقا في الإصحاح الرابع: ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنه. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضاً بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل. وذكر ميخا في الأصحاح الخامس من سفره: الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قاضي الإسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. ألف: إذا كانت النبوءة بالمسيح عليه السلام وأنه سيكون ملكاً ومتسلطاً على إسرائيل، فمن هو قاضي وسبط إسرائيل الذي يضربونه بقضيب على خده؟ فأين حصل ذلك الضرب، ومتى وكيف؟ باء: من الواضح أن ميخا يشير إلى شخصين، أحدهما المضروب على خده وهو القاضي الصبط، والآخر هو الذي يخرج ويكون متسلطاً على إسرائيل. جيم: لا يتم الادعاء بأن السبط المضروب على خده هو عيسى المسيح عليه السلام، لأنه لو ثبت الضرب على عيسى فإن الضرب قد وقع على رأسه وليس على خده. وحسب الظاهر فإن المعنى المستخدم في الخد يختلف عن المعنى المستخدم في الرأس. إذن فضرب السبط على خده من النبوءات والعلامات التي تتحقق قبل ظهور عيسى في آخر الزمان. دال: إذن فالظهور المقدس في آخر الزمان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعراق وكربلاء وبابل، وكل ذلك يقع في الشرق ويعتبر مشرق القدس. ها، إن روايات العهد القديم والجديد التي صدرت في القدس وما في جهتها تتحدث عن الشرق والمشرق والكاسر من المشرق وظهور المنصور المنتصر من المشرق. ومن مشرق الشمس تكون صيحته وتبدأ حركته نحو القدس أورشليم، فيكون النصر والفتح. واو! في العهد القديم في سفر إشعياء الأصحاح 41 يقول النبي إشعياء: من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه، قد أنهضته من الشمال فأتى، قد أنهضته من الشمال فأتى، من مشرق الشمس يدعو باسمي، يأتي على الولاة كما على الملاط، وكخزاف يدوس الطين. وبما أنه صار من الواضح أن السيد الأستاذ يخاطب الشباب في سلاسل بحوثه المتنوعة من أجل إنقاذهم من شراك الإلحاد والتكفير، فسنذكر لكم مقتبساً من بحث السيد الأستاذ فلسفتنا بأسلوب وبيان واضح تحت عنوان: الماركسية فشل في تفسير التجربة. إن المذهب التجريبي يطلق على رأيين في مسألة المعرفة. الرأي الأول التجريبي العام: إن المعرفة كلها تتوفر في المرحلة الأولى، أي في مرحلة الإحساسات والتجارب البسيطة. الرأي الثاني التجريبي الماركسي: إن للمعرفة خطوتين، الحسية والعقلية أو
التطبيق والنظرية، أو مرحلة التجربة ومرحلة المفهوم والاستنتاج. فنقطة الانطلاق للمعرفة هي الحس والتجربة، وثم الدرجة العالية لها وهي تكوين مفهوم علمي ونظرية تعكس الواقع التجريبي بعمق ودقة. وهذا الرأي الثاني هو الرأي الذي اتخذته الماركسية في مسألة المعرفة، ولكنها لاحظت أن هذا الرأي سوف ينتهي بها بصورته الظاهرة إلى المذهب العقلي، لأنه يفرض ميداناً ومجالاً للمعرفة الإنسانية خارج حدود التجربة البسيطة، فوضعته على أساس وحدة النظرية والتطبيق وعدم إمكان فصل أحدهما عن الآخر، وبذلك احتفظت للتجربة بمقامها في المذهب التجريبي واعتبارها المقياس العام للمعارف البشرية. إن الماركسية كما يبدو تعترف بوجود مرحلتين للمعرفة البشرية، ومع ذلك فإنها لا تريد أن تسلم بوجود معرفة منفصلة عن التجربة، وهذا هو التناقض الأساسي الذي تقوم عليه نظرية المعرفة في المادية الديالكتية. ذلك أن العقل لو لم يكن لديه معارف ثابتة بصورة مستقلة عن التجربة لم يستطع أن يضع النظرية على ضوء الإدراكات الحسية، ولم يستطع أن يكون مفهوماً للمعطيات التجريبية، فإن استنتاج مفهوم خاص من الظواهر المحسوسة بالتجربة إنما يتاح للإنسان إذا كان يعرف على الأقل أن ظواهر كهذه تقتضي بطبيعتها مفهوماً كذلك، فيركز استنتاجه لنظريته الخاصة على ذلك. ومن الواضح أن هذه الإدراكات الحسية التي نستخلصها بالتجربة لا تقتضي بذاتها تكوين مفهوم عقلي خاص عن الشيء الخارجي، لأن هذه الإدراكات الحسية التي هي الخطوة الأولى من المعرفة قد يشترك فيها أفراد عديدون ولا ينتهون جميعا إلى نظرية موحدة مفهوم واحد عن جوهر الشيء وقوانينه الواقعية. فنعرف من ذلك أن الخطوة الأولى من المعرفة ليست كافية بمفردها لتكوين نظرية، أي أنها غير كافية لنقل الإنسان بصورة طبيعية أو ديالكتيكية إلى الخطوة الثانية للمعرفة الحقيقية. فما هو الشيء الذي يجعلنا ننتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية؟ إن ذلك الشيء هو معارفنا العقلية المستقلة عن التجربة التي يرتكز على أساسها المذهب العقلي، فإن تلك المعارف هي التي تتيح لنا أن نعرض عدة من النظريات والمفاهيم، ونلاحظ مدى انسجام الظواهر المنعكسة في تجاربنا وحراسنا معها، فنستبعد كل مفهوم لا يتفق مع تلك الظواهر حتى نحصل على المفهوم الذي ينسجم مع الظواهر المحسوسة والتجريبية بحكم المعارف العقلية الأولية، فنضعه كنظرية تفسر جوهر الشيء وقوانينه الحاكمة فيه. فإذا استبعدنا من أول الأمر المعارف العقلية المستقلة عن التجربة، فسوف يتعذر علينا نهائياً أن نتخطى دور الإحساس إلى دور النظرية والاستنتاج، ويتعذر أن نتأكد من صحة النظرية والاستنتاج بالرجوع إلى التطبيق وتكرار التجربة. ونخلص من ذلك إلى أن التفسير الوحيد للخطوة الثانية من المعرفة الحكم والاستنتاج هو ما ارتكز عليه المذهب العقلي من القول بأن عدة من قوانين العالم العامة يعرفها الإنسان معرفة مستقلة عن التجربة، كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية ومبدأ التناسب بين العلة والمعلول وما إلى ذلك من مبادئ عامة. وحين تقدم له التجربة العلمية ظواهر الطبيعة وتعكسها في إحساسه يطبق عليها المبادئ العامة ويحدد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المبادئ، بمعنى أنه يستكشف من وراء الظواهر التجريبية ويتخطى إلى حقائق أعمق بالمقدار الذي يتطلبه تطبيق المبادئ العامة ويكشف عنه. وتضاف هذه الحقائق الأعمق
وتضاف هذه الحقائق الأعمق إلى معلوماته السابقة، ويكون بذلك أكثر ثروة حينما يحاول أن يحل لغزاً جديداً للطبيعة في مجال تجريبي آخر. أيضاً سنذكر مقتبساً من بحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيد الأستاذ تحت عنوان جاعل في الأرض خليفة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن هذا النص القرآني بمفرده كاف للدلالة على وجوب تنصيب الإمام وتشخيصه من قبل الله سبحانه وتعالى، فالملائكة العقول النورانية التي لا تسبق الله تعالى بالقول لم يؤخذ بإجماعها ورأيها لجعل الإمام وتحديده، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه العقول النورانية الملكوتية وتصدى بنفسه لاختيار وتشخيص الإمام والخليفة. وإذا كان هذا هو الحال مع الملائكة فكيف مع البشر والناس ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء بتصريح الملائكة وإقرار الله سبحانه وتعالى؟ ألف. قال ابن كثير: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلائف خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. هنا تعليقان. تعليق الأول على النهج التيمي في التدليس الشنيع لصالح أئمتهم الأمويين المروانيين والسفيانيين وحصر الإمامة بهم، فإن ابن كثير نقل القضية من آدم عليه السلام كفرد وشخص إلى القوم والجيل، ولإبعادها أكثر عن الحق وأئمة الحق فإنه نقلها من خلافة آدم وبني آدم للجن إلى خلافة بني آدم بعضهم لبعض جيلا بعد جيل، لأن خلافة آدم للجن لا تخدم منهجه التيمي، وكذلك فإن خلافة بني آدم للجن لا تخدم منهجه، لأنه سينصر في الذهن مباشرة إلى آدم كفرد وشخص قد جعله الله تعالى إماما، لكن ساء فعله فقد غفل عن كون استخدام عبارة القوم وجيل بعد جيل لا تصح ولا تناسب مع لفظ خليفة التي أجمع العلماء على أن المراد منها آدم عليه السلام. وخفي عليه أيضاً أنه لا يمكن تعميم المعنى إلى خلافة جيل الإنسان لجيل الجن إضافة لخلافة جيل الإنسان لجيل الإنسان، لأن عبارة جيل بعد جيل لا تناسب خلافة جيل الإنسان لجيل الجن، لأن الإنسان والجن من جنسين مختلفين من المخلوقات، إضافة إلى أنه سيقع في محذور أن آدم كشخص سيكون من تطبيقات المعنى، فيكون آدم عليه السلام قد خلف الجن قبل أن يخلق الله تعالى أحدا غير آدم، وقبل أن يخرج آدم من الجنة، وقبل نزوله إلى الأرض لممارسة مهمة وتكاليف الخلافة. التعليق الثاني فيه خطوات، منها الأولى
تفسير مخالف لمنهجه التيمي التجسيم الأسطوري في المنع والتحريم للتأويل في المعاني. فعلى الرغم من أن العبارة وكلمة خليفة مفردة وواضحة في الخلافة الحقيقية لشخص مورد الكلام والإشارة الذهنية أو الذكرية في الكلام، لكن ابن كثير التجأ لتأويل المعنى فتحدث عن خلافة قوم، بل عن خلافة قوم لقوم، وهذا بعيد جدا عن المعنى ويصعب التأويل إليه إلا بتكلف ومؤونة شديدة. فليتكرم علينا شخص ويبين لنا ما هي الألفاظ والصيغ في النص القرآني التي تدل على أن المراد ليس آدم عليه السلام فقط ولا القوم فقط، بل المراد القوم من الإنسان بعد القوم من الإنسان من بني آدم. الثانية، والغريب جدا أن يصدر من ابن كثير هذا الكلام إذ يأتي بشواهد قرآنية تدل على خلاف ما يريده، فكل الشواهد التي أتى بها بصيغة الجمع خلائف خلفاء يخلفون التي يمكن الاستفادة منها القوم والأقوام التي يخلف بعضها بعضا. الثالثة، والغريب أيضا أنه بعد أن أتى بصيغ الجمع خلائف خلفاء يخلفون فرع عليها صيغة المفرد فقال وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام، وهذا قياس باطل أي ليس قياسا منطقيا. وسنذكر لكم مقتبسا من بحث السيد الأستاذ البحث الموسوم الشباب بين إغصاء العقل وتوظيف النص الديني لصالح التكفير والإرهاب ثم الإلحاد. إن أقوال الباحثين تعددت حول الأسباب التي أدت إلى إثارة الصعوبة حول تعريف الإرهاب، والذي يعد الخطوة الأولى على طريق التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة. فالبعض يرجع صعوبة التعريف إلى ممارسات الدول الكبرى، كما أن الإرهاب على المستوى الدولي لا يعد جريمة في حد ذاته، لكنه تسمية أو مظلة ينضوي تحتها عدد من الجرائم المعرفة، في حين يرجع البعض هذه الصعوبة إلى تشعب الإرهاب وتعدد أشكاله وأهدافه وتعدد البواعث والدوافع لارتكاب هذه الجريمة، بينما يفسر البعض ذلك بتعدد الباحثين الذين يدرسون الظاهرة واختلاف أطرهم المرجعية وتخصصاتهم، وكذلك الاختلاف حول نمط العنف الموصوف بالإرهاب. ولا بد من التنبيه إلى أن الكلام عن الإرهاب الدولي وهو صنف خاص من أصناف العنف، فلا نخلط بينه وبين أصناف أخرى من العنف السياسي وغير السياسي كالجرائم السياسية والحروب التقليدية وحروب التحرير والعصابات، ولا نخلط بينه وبين أصناف أخرى للعنف كأصناف من الإجرام المنظم العابر للحدود وحركات العصيان والانقلابات. أنقل لكم، والكلام لا زال للسيد الأستاذ، أنقل لكم بعض التعاريف الأمريكية للإرهاب إضافة إلى بعض التعاريف الأوروبية كي تتضح الصورة وتنجلي عن حقيقة الضبابية والمرونة المفتعلة في تعريف الإرهاب. أولاً، تعريف وكالة الاستخبارات المركزية في 1980 عرفوا الإرهاب التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات. ثانياً، تعريف وزارة الدفاع الأمريكية 1983 هو الاستعمال أو التهديد بالاستعمال غير المشروع للقوة أو العنف من قبل منظمة ثورية. ثالثاً، تعريف وزارة العدل 1984 هو سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف. رابعاً، تعريف وزارة الخارجية 1988 عنف ذو باع سياسي يرتكب عن سابق تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية من قبل مجموعات وطنية فرعية أو عملاء دولة سريين، ويقصد به عادة التأثير على جمهور ما. خامساً،
في إسرائيل. فالكاتب الإسرائيلي أي ميراري يعرف الإرهاب على أنه الاستعمال المنتظم للعنف من قبل أفراد أو جماعات أدنى من الدولة خدمة لأغراض سياسية أو اجتماعية أو دينية، والذي يتجاوز واقعه النفس المقصود النتائج المادية إلى حد بعيد. سادساً، مكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية لحماية الدستور 1985 يعرف الإرهاب هو كفاح موجه نحو أهداف سياسية يقصد تحقيقها بواسطة الهجوم على أرواح وممتلكات أشخاص آخرين، وخصوصاً بواسطة جرائم قاسية. سابعاً، في بريطانيا في 1974 كان ينظر إلى الإرهاب باعتباره استعمال العنف لأغراض سياسية، ويشمل أي استعمال للعنف بغرض وضع الجمهور أو أي شريحة منه بحالة خوف. ثامناً، وقد عرف جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق الإرهاب حيث قال إن الإرهاب هو الحرب. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.